تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقتل 13 فردا من قوات سوريا الديمقراطية في أوقات سابقة جراء القصف والاشتباكات مع أفراد داعش في سوريا، ليرتفع عدد القتلى إلى 23 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في معارك ريف الرقة والحسكة الجنوبي. وقال المرصد إن الاشتباكات ما تزال متواصلة بوتيرة متفاوتة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وداعش من جهة أخرى. أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك العراقية بأن تنظيم داعش أعدم 47 شخصا في سجونه يحملون جنسيات عربية، بينهم 12 من أفراده في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة. وأوضح المصدر أن عملية الإعدام نفذت على خلفية مطالبة ما يسمى بوالي الحويجة بتصفية وإعدام المعتقلين في سجون التنظيم، مبينا أن الإعدامات جرت في قاعدة البقارة الجوية قرب قضاء الحويجة. قال قائد الشرطة الماليزية استنادا إلى معلومات استخباراتية إن أهم عضو مطلوب بتنظيم داعش لدى ماليزيا قتل في سوريا، وكان محمد واندي محمد جدي على قائمة أمريكية بأسماء المتشددين في العالم، ويعتقد أنه العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في العاصمة كوالالمبور أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح في شهر يونيو حزيران من العام الماضي، وكان ذلك أول هجوم والوحيد حتى الآن لداعش الذي يتسبب في وقوع إصابات في ماليزيا. وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالحفاظ على هدف حزبها المحافظ المتمثل في تقليص صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا سنويا إلى أقل من 100,000 شخص قبل نشر برنامجها الانتخابي المتوقع الأسبوع المقبل. وقالت ماي إن الهدف ضروري لأن هناك تأثير تسببه الهجرة لا سيما على المواطنين ذوي الدخل المادي الأقل وما يتعلق بالضغط على الخدمات العامة. ذكرت مصادر دبلوماسية كورية جنوبية أن مسؤولين من كوريا الشمالية يعقدون اجتماعا مع مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية لإجراء محادثات غير رسمية، ويجتمع الطرفان في أوسلو بالنرويج في جولة أولى تستمر لمدة يومين. ومن المتوقع أن يمثل كوريا الشمالية في المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين مدير مكتب بيونغ يانغ في أمريكا الشمالية. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تدمير محطة إذاعية تبث دعاية لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في إقليم نانغرهار شرقي البلاد. وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها خلال 24 ساعة الماضية بقتل 34 إرهابيا داعشيا وتدمير محطة إذاعية يديرها إرهابي داعش. نهاية الموجز، في أمان الله.